السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم نفسي، أنا صديقكم القمر. عندما أكون على هذه الصورة أسمى هلالاً، وسأحكي لكم حكايات جميلة في شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فالناس فرحون بقدوم هذا الشهر الكريم. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فبعد تناول الإفطار تأهب فيصل للذهاب إلى مكان ما، وكان يبدو سعيداً جداً. ارتدى ثياباً نظيفة وجميلة، وطلب من والده أن يصطحبه إلى المسجد لأداء صلاة التراويح. شعر الوالد بالفرحة عندما بادره فيصل بطلب الذهاب إلى الصلاة. فشهر رمضان شهر المغفرة، إن صلاة التراويح من الشعائر المهمة في شهر رمضان، وهي فرصة لاجتماع المسلمين في بيوت الله، حيث تعم البركة ويخشع القلب وتسمو النفس وتترفع عن هموم الدنيا، فيقف العبد بين يدي ربه يتلو آياته ويناجيه في هذه الليالي المباركة. وها هو فيصل يتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهياً. إلى اللقاء.